سيد محمد، ماذا بعد اعتراف المملكة العربية السعودية بمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده هنا في اسطنبول؟ هل تمكنت السلطات التركية من العثور على أدلة جديدة، خاصة بعد تمشيط بعض المناطق داخل اسطنبول وخارجها؟ أولا أهلا وسهلا. يعني منذ بداية اختفاء سيد خاشقجي من 2010 كان القوات الأمنية والاستخبارات التركية يعني حاول أن يخرج هذا المسألة بسهولة ولن يضر الحكومة التركية بشكل عام. يعني استمر أمر بهذا الشكل، والحمد لله يعني منذ 17 يوم السعودية لن يقبل هذا الأمر أصلا، الاختفاء لن يقبل اختفاء خاشقجي بسببه. ولكن تقريبا بعد أكثر من أسبوعين قبل هذا الأمر، والحكومة يعني جرى لن كان لا يريد أن يكون بينه وبين السعودية مشكلة، يعني يكون مشكلة سياسية جديدة بينه وبين السعودية. والحمد لله الآن بسبب هذا القوات الأمنية في القنصلية السعودية عندما انتهى هذا الأمر، السعودية يعني كأنه أعطى الحكومة بعض البرهان والدليل قتل خاشقجي، ونهاية المطاف قيد السعودية بسبب هذا الأمر. يعني سيد محمد، الآن تتحدث السلطات السعودية بأنه قتل أثناء مشاجرة، بعيدا عن ما مدى دقة هذه الرواية، ولكن السؤال هو أين هي جثة خاشقجي؟ ما هي توقعاتك ل يعني مكان جثة خاشقجي بالتحديد، خاصة وأن السلطات التركية لا زالت في إطار البحث عنها في أماكن مختلفة من اسطنبول؟ نعم نعم نعم. الآن سيدي توقعات يوجد، يقال يعني في هنا في اسطنبول في حديقة البلغراد، الآن القوات الأمنية يبحثون الجثة عن هذه الحديقة، ويوجد أيضا الاختيار الثاني في يالوفا قريب لإسطنبول أيضا بهذا الشكل. أو يعني مع الأسف الشديد هذا كان يعني السعودية فعل قسم الأجسام الجثة، يقال يعني هذا مع الأسف الشديد هذا شيء كبير يعني بالنسبة يعني الأمر، يعني لا يعرف كيف صار. وأعلن السعودية أصلا ما أعلنوا ما هو وين هو جثة، ماذا فعلوا يعني. ولكن الآن القوات الأمنية يبحثون عن خاصة في حديقة بلغراد، الآن تركيز على حديقة بلغراد. يعني لماذا هذا المكان بالتحديد سيد محمد؟ هل تتوقع بأن السلطات التركية لاحظت شيء هناك مثلا؟ لا، خاصة هناك بعيد عن السكان، بعيد عن هناك يعني حديقة كبيرة، ويستطيع أحد يخفي أي شيء هناك يعني. وكان سابقا أيضا مع الأسف الشديد بعض الأشخاص قتلوا هناك ودفنوا مع الأسف الشديد هناك. بسبب هذا ممكن السعودية حتى يخفي الجثة ويبتعد عن القنصلية ويبتعد عن المركز شوي، بسبب هذا ممكن دفنوا واختفوا الجثة هناك يعني. نعم، الناشطة السياسية التركية سيد محمد كورشلو، شكرا جزيلا لك.